مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. في هذا الفيديو نكمل سلسلة الحديث عن سيكولوجية الطفل، ونتحدث اليوم عن الطريقة الحديثة للتربية، ونبدأها بطبعا طريقة مونتيسوري التي ذكرناها في الفيديو السابق، ومع السيدة خديجة شاوي. والكونسيبت تبعها كان الأهداف تبعها استقلالية الطفل، الاستقلالية في أخذ قراراته من سن صغير في الروض. أنا أشتغل حاليا كمربية في مونتيسوري، روض مونتيسوري. الأطفال لا يدربون، بس كتكون آليات موجودة كتخليهم يستقل، نعم، يتعلم بنفسه ويكتشف العالم، المحيط الخارجي يكتشفه، يكتشفه بجسده، يكتشفه بالحركة. نعم. الحركة مهمة في الكونسيبت تبع مونتيسوري، بأن الحركة والكونتاكت مع الطبيعة. عندنا احنا بنسوي عجين، الطفل بيعجن، بيدعك العجين، بيلمس الخشب. ليش؟ الهدف شنو هو؟ لأن الهدف هو أن جسدي بيتي، والبيت هو عالمي، ولازم أكون عايش فيه مرتاح، وهو اللي يخليني أتواصل مع العالم الخارجي. حواسي هي الباب، هي النافذة للعالم الخارجي، فلازم أنميها. ليش؟ لأن طفل عنده متمكن من جسده، من حواسه، فهو يشعر بالأمان في محيطه. الأمان الجسدي واللي يعطيه الأمان نفسي كمان طبعا، المطوقي كمان طبعا. عندنا الرياضة لما نسويها مع الأولاد مرة في الأسبوع، فالمطوقي كمان مهمة، مو بس يحس. لا، عندنا مواد يعني رائعة. لما شفت أنا أول مرة قلت واو، صار يعني هو موجود عندنا في بلداننا العربية. هناك نقطة أخرى أنا لاحظتها، أنها تقول أن حتى أوصل هذا الطفل إلى أنه يتصرف بطريقة جيدة، هناك عدة خطوات لا يمكن أن تكون بخطوة واحدة. يجب أن أفكر كيف أوصل الطفل إلى مثلا احترام الكبار مثلا. فتقول أنه لا يمكن أن أقول للطفل احترم الكبار، لأنه يعني عادة الأباء والأمهات يعني يريدون شيء سريع، يريدون خطوة سريعة، مثلا كل طعامك. مونتيسوري تقول أنه فكر بخطوات، كيف أصل بهذا التصرف الجيد بخطوات بسيطة، بحيث الطفل يفهم ماذا أقول له، يفهم لماذا هذا التصرف جيد. بالنهاية الطفل سيتصرف من عنده، يعني سيتجه إلى هذا التصرف الجيد، لأنه دائما هناك دفع إيجابي خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى هذا التصرف. تماما، أنا حطيت بعض النقط خلال حديثك بلال. كيف نعلم الطفل؟ أنا أحبب كيف نرافق الطفل، مرافقة ومو جنب لجنب. أنا وراه هو الأمام، مو جنب لجنب، مو أنا لا شوية للخلف مشان هو يزيد الأمام. خلي هو اللي يكتشف أو هو اللي يكتشف، هو اللي قرر، هي خطواته. مو خطواتي أنا، مو مشي على خطواتي أنا حدوه، لا، هو الأمام وأنا شوية. ممتاز. ليش وراء شوي؟ منشان يحس بالأمان. أوكي. أكيد. موجود. نعم. ويحس بالثقة. ثقة بالنفس. يبني ثقة النفس. نعم. تمام. نعم. هذا شيء مهم جدا. نعم. أول تعليم أنا كنقول المرافقة. المرافقة في الحياة دائما. نعم. كنقولها عموما، مونتيسوري أو بلا مونتيسوري. نعم. نرافق أولادنا في الحياة، وليس إحنا الأمام ممكن أعطيهم. وبعدين جاي أنا نقطة مهمة كمان، يعني الطريقة الجيدة. شنو هي الطريقة الجيدة؟ كل شيء نسبي. لا، نعم. نخليه الأطفال هم يشوفوا. إحنا كنقول بالألماني كيندا لامن أوستن فولغن. الأطفال يتعلمون من العواقب والأخطاء. مثل ما بنتي اللي عمرها 24 سنة كانت في المدرسة الابتدائية، وكانت جات عندي مرة وقالت لي الأستاذة فلانة قالت لنا الأخطاء أصدقاؤنا. الأخطاء أصدقاء، منهم نتعلم الأحسن. مثلا اعطيك مثال، مثلا اللي كنا احنا معاه، مثلا احنا الاطفال كامهات، احنا بنتك بتصحى الصبح وبرا الثلج وهي تقول لك لا انا حابه البس تنوره، يستحيل. كيف يعني؟ في بس. او تقول لك لا انا حابه اروح بالبيجاما كذا للروض، او انا كأم الوقت ضاغطني لازمني اوصل للشغل، لازمني اوصلها للروض، وتقول هي ما حابه تلبس ملابسها. فانا اقول اوكي، عندك 3 دقائق، غيرتي ملابسك، هما موجودين، ما غيرتيهمش، تروحي بالبيجاما. بس اخذها بالبيجاما وتروح. هذا بس مثال حلو، هذا كنشوفه انا، واخذها على الروض. شنو التبعات تبع تصرفها؟ كلهم الاطفال راح يضحكوا عليها، راح يقولوا اوه جايه بالبيجاما،
نعم. كيف نعم. وانت فراح تحس بحالها يعني بائسة هذاك اليوم وما راح تعيد. هذا هي الأطفال يتعلمون من العواقب. إلا في أشياء أخرى، مثلا لما بنتي ما تحب تفرش أسنانها ما راح أقول لا أخليها لحد ما سنها يخرب وأقول تعلمت من لا علم. لا هذه راح تكون نعم راح تكون دامج يعني هذه يا 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 نعم أذية للجسد. نعم تماما. والحلوة بذلك كمان هو لازم نخلي الطفل يحس بلذة نجاح، بلذة التوفيق في شيء يبلش به وبعدين يعني يستمتع هو بنجاحه بتحقيقه بشيء هو اللي حققه. نعم هو اللي حققه. بالنسبة للهدية مو أنا ضد هدية المادية يعني. نعم يعني نعم. أعطيك يورو أو لو سويت أو نعم لو سويت كذا أعطيك هدية. نعم الأطفال أنا كنشوف كأم بنتسرع، أنا نقول لهم لا طفلي ابني أو بنتي يطلبوا مني شيء أقول لا بسرعة. أنا بنتي نعم. الكبيرة اللي عمرها 20 سنة كانت تقول لي نعم. ماما لما أطلب منك شيء وأتمنى وتقول لي إيه فالعالم وردي رائع. أكيد يا نعم. لما تقولي لي لا عللي ماما أريد تبرير أريد أفهم لماذا. نعم نعم نعم. في مقولة ألمانية تقول لك إحنا نحن لا نخلق آباء وأمهات، نحن نصبح آباء وأمهات مع أولادنا. نعم. خصوصا مع الأول. نتعلم على الطفل الأول. نعم صحيح نتعلم لي لذلك مع الطفل الأول. أنا كأم مع الطفل الأول مع بنتي الأولى يعني كنت حيرة. كلنا الأمهات كيف معني ما عارف طبعاً. يعني هو فأر المختبر، الخوف مسيطر على كل شيء، بس ممكن نتعلمه من أطفالنا، ممكن نتعلمه من أطفال كتير كتير كتير. بس لو فتحنا قلبنا وفتحنا بصيرتنا لهم وعاملناهم بأنهم وجدان وبأنهم كيان مستقل ومنفرد لهم كيان. نعم نحترم كيانهم، نحترم وجودهم، نعطيهم هذه الأهمية مهم طبعاً جدا. لا مساس بكرامة البشر، والطفل مخلوق بشر، طفل بشر لا نعم. مساس بكرامته. الطفل كمان عنده نعم. كرامة نعم. وعنده وجدان وعنده كينونته هو نعم. نعم. هناك أنا مرة قريت يعني نظرية الاختيار علم نفس الطفل، فتقول أن مثل ما ذكرتي كلمة لا، يعني سؤال مثلا للأمهات والآباء كم مرة تقول لا للطفل؟ إذا فكرت راح تصير 90% لا 10% نعم. صح وهذه مشكلة كما ذكرتي، عندما تقول كلا معناها يجب أن تشرح لماذا. في نظرية تقول عندما تقول لا بدلا من أن تقول لا تعطيهم اختيار. يقول الطفل أريد أن أكل مثلا حلوى للغداء، طبعا لا يوجد أب وأم سيسمح بطعام فقط حلوى، لا يمكن، شيء غير صحيح للطفل تماما يعني غير صحيح. فالأب أو الأم ستقول أوكي، لا يقول لا بشكل مطلق، لكن سيقول أوكي الحلوى مضرة لكن ممكن تأخذها بعدين، الآن يجب أن تأكل غداء، ماذا تريد للغداء؟ أول فلان شيء رز وكذا أو لحمة بالكذا أو كذا. فأنت تعطي للطفل اختيار. صح هو طفل لم يأخذ الحلوى اللي هي هو هذا هو الذي أراده، لكنه يتعلم أن يختار، يفكر بماذا يريد ويختاره. طبعا من حين كتجيني يمر شريط دورات اللي تعلمنا احنا فيها في ميدان التربيه. طبعا احنا سوينا دورات مكثفه عبر شهور يعني يمكن سنه ونص، فكانت مقوله هي بان ابنك وعلاقتك بابنك تربيه لازم تكون استثمار، مثل ما تكون بتستثمر في مشروع، مثل حساب بنكي بتحط يا أو استثمار يعني في مشروع جميل وحلو وبالآخر راح يفيدك راح يفيدك طبعا. أنت أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بمحتوى الفيديو اليوم. طبعا شكر جزيل للسيدة خديجة شاوي بمشاركتها وإعطائنا معلومات كثيرة عن أهمية وأسس التربية الحديثة للطفل. شكرا وإلى اللقاء في حلقة أخرى.